مين هو البرتقالة المعفنة؟ هل لازالت هناك علاقة تجمعك بأنس وبيسان ومو؟ انتي مكرشة على أبو فلة؟ هل بتكره اليوتيوبر غيث مروان؟ انتي ونارين بيوتي متمشكلات مع بعض؟ ليش ما رحتي على عرس ناجي؟ قديش سعر عمليتك؟ لما عملتي لقطة الفيديو كليب مع محمد رمضان ما أخذتي أجر؟ هاي جايز، إن شاء الله تحبوا هذا الفيديو، لأنه بهذا الفيديو حجاوب على كثير من أسئلتكم اللي كنت أتفادى جاوب عنها، بس حجاوب عنها اليوم، أوكي؟ سو لايك، اشتراك، فعل الجرس، خلونا نبلش. مكرشة على أبو فلة. طبعا أنا أبو فلة أو حسن أصدقاء كتير قراب، يمكن كتير منكم ما بيعرفوا، بس بحبه، بحب شخصيته، يعني دائما بنحكي وبندردش، إن كان بقصص بالحياة، قصص باليوتيوب، وقصص بكتير أمور تانية. بس هل أنا مكرشة عليه؟ لا، بس ممكن هو يكون مكرش علي مثلا. لا عم بزعم معكم، عم بزعم، بس انه يعني لا، احنا اصدقاء بس. وجايز والله مش انه يعني بعرف هذا الشيء دائما بيصير، بس مش لما بنت يحكي مع شاب، لما بنت تحكي مع شاب او شاب يكون عم يعني في بيناتهم صداقه، معناتها اكيد بيحبوا بعض او هيك شيء. لا، الصداقه صداقه، فهمت علي كيف؟ بس سو يا احنا اصدقاء. ليش حذفتي الفيديوهات اللي صورتيها بالأردن اللي مع أبو الرب، ولما عملتي دريفت كانوا حلوين والله؟ السبب جايز إنه أنا هدول الفيديوهات بعتهم لحدا يعمل لهم مونتاج، editor، وعمل لهم مونتاج، بس أنا لما نزلتهم على القناة إجاني copyright على الموسيقى المستخدمة، فاضطريت احذفهم وارجع اعمل لهم اديت بطريقه معينه، يعني نفسه هو هذا الشخص، قلت له انه يعني بليز عدل لي والموسيقى وهيك، ورجع عمل لي اديت للفيديو الثاني اللي كان ابو الرب، وجمعت فيه فيديو الدريفت، بس كمان اخذت كوبي رايت، فاضطريت انه شيله من القناه، لانه انا يعني ما بدي اخذ الريسك انه تصير الكوبي رايت سترايك، إذا فهمت علي. وخصوصاً كانت بالفترة اللي تركت فيها الشركة اللي أنا كنت معهم، so كنت بفترة هيك يعني حساسة، فالسبب كان أنه أخذت كوبي رايت على الفيديو أو الفيديوهات يعني. فبس هذا الشيء، بس ما في بيني وبين أبو الرب ولا ناجي أي مشاكل، بالعكس نحن يعني علاقتنا طيبة. مين هو البرتقالة المعفنة؟ قبل ما أكمل بدي أحكي لكم عن هواوي ميت بوك 14، اللي هو هذا الكمبيوتر أو اللابتوب الشخصي اللي بجنن. أول شيء وزنه كتير خفيف، شكله بجنن، ديزاينه رائع، لونه رائع، وغير عن هيك شاشته مميزاتها خارقة، شاشته فول فيو يعني واسعة بطريقة بتجنن، غير عن هيك مريحة للعينين لأنه فيها خاصية تقلل الضوء الأزرق، فبتريح عيونكم لما بتستخدموها لساعات طويلة، بتحمي عيونكم. ودقتها 2K، يعتبر تقريبا هذا الكمبيوتر الشخصي هو الوحيد اللي فيه ميزة شاشته تكون دقتها 2K، يعني جودتها ودقتها كتير كتير عالية. هي الميزة أنا بعشقها، اللي هي في خلي شاشة الجهاز اللوحي وشاشة الكمبيوتر كأنهم شاشة واحدة، واشتغل عليهم هن الاثنين بنفس الوقت، فبيصيروا بيكملوا بعض. طبعا خاصية مشاركة الشاشات بتصير بين الكمبيوتر والجهاز اللوحي، وكمان بين الكمبيوتر والتليفون، وغير عن هيك بتساعدكم كتير، لأنه فيكم يعني تعملوا أنه مشاركة الشاشة، تمديد الشاشة، ميرر للشاشة، هذا كله بيخليكم تستخدموا الشاشتين، بتساعدكم وبتسرع شغلكم بطريقة بتجنن. أما البطارية فعمرها كتير طويل وكتير قوية بطاريته، تخيلوا بتشحنوا 15 دقيقة بس، بيعطيكم شحن لساعتين ونص. وفي عرض رهيب هلأ إذا بتشتروا هذا الجهاز الميت بوك 14 من هواوي جايز بسعر 3399 درهم، تاخدوا هدايا بقيمة 739 درهم، بس لازم تشتروه هلأ مسبقا، يعني ابتداء من تاريخ 30/9. حأترك لكم كل التفاصيل بصندوق الوصف جايز، الرابط وكل شيء. هذا الجهاز بيجنن، سعره بيجنن، وفي عرض رهيب عليه، استغلوا العرض وضغطوا على اللينك في صندوق الوصف واطلبوه، بيجنن لشغلكم، للدراسة، للشغل، حتى الأديتينج، كل الشغلات اللي بتحبوها بتلاقوها موجودة هون، حتى جيمينج كتير قوي هذا الجهاز، وذاكرته رهيبة 512 جيجا بايت، متخيلين انتو؟ وغير عن هيك خفيف كتير، وفيكم يعني تشتغلوا عليه بكل سهولة وباللمس، شو بدكم أكتر من هيك يعني، كمان باللمس. سو يا حترك لكم رابطه بصندوق الوصف، check it out. هذا أكتر سؤال وصلني، مين هو البرتقالة المعفنة؟ أو يمكن هي البرتقالة المعفنة، بس لا، هو أوكي، حقلكم لقب البرتقالة المعفنة أنا لما أطلقته كنت كتير معصبة، وكنت كتير يعني تعرف الإنسان لما يعصب ما بيكون كتير مركز، فكنت متضايقة،
كنت معصبة، يمكن شوي طايشة ومقهورة. ولما شخص يكون مقهور خلص تطلع الأمور عن السيطرة. رح تقولوا ليش مقهورة؟ أنا هذا الشخص قهرني كتير، هذا الشخص كان يحكي بظهري والكلام إجاني من كذا حدا، إنه مثلاً يكون يعني مثلاً يكون بنفس الجمعة قبل ما أجي أنا يقول للعالم اللي قاعدين على الطاولة كلام ما حلو عني، مع إنه هو ما بيعرفني، يعني نحن مش قراب، هو غريب عني، في معرفة بسيطة. فأنت كيف في معرفة بسيطة بيني وبينك وتجي تحكي بظهري؟ فلما عرفت هاي الأخبار ومع نفسيتي اللي كانت زفت كتير هيك انقهرت، فمن التعصيب عطيت هاللقب. بعدين هاللقب انتشر وكتير أمور صارت وكتير عالم حكوا عن البرتقال المعفنة. بس يا هذا هو السبب. بس مين هذا الشخص؟ أكيد ما رح أقول اسم هذا الشخص، يعني لا خلص إنه عيب، يعني لو برجع في الوقت أكيد ما رح لقبه بهذا اللقب، لأنه هي مو أنا، يعني أنا مو هيك، ما بعرف كيف بدي أقولكم، يعني أنا مو عن جد بستحقيني يا بس بعصب، يعني واحد لما بعصب يكون غير بعقل غير. بس يا هذا هو مين ما في يقول، بس هي قصة اللقب. السؤال اللي بعده، لو جتك فرصة إنك ترجعي على صداقتك مع نارين، أوكي في شيء أنتم مش فاهمينه أو كتير عالم مش فاهمينه، أنا ونارين بحياتنا كنا صديقات، يعني كلمة صداقة إنه الشخص أنا بعرفه، في بيني وبينه حكي، في بيني وبينه لايك نوع من التواصل. أنا ونارين ما في بيننا صداقة، يعني أنا شفتها كذا تقريبا المرات اللي شفت فيها نارين بكل الحياة يمكن 5 مرات يمكن، بس كان في بيننا يعني من جهتي وبحس كمان من جهتها إنه محبة، إنه ما كان في بيننا يعني أذية، لما نشوف بعض نكون دائما مناح أو بنسلم على بعض وهيك، فما في صداقة لترجع الصداقة، بس أكيد بحترمه وبتمنى له الخير. يعني الحياة كتير قصيرة للواحد يحقد على شخص ويتمنى له السوء ويتمنى له، ما بتعرفوا يعني هاي الدنيا عن جد كتير قصيرة، ممكن بكرة أنا قرر أترك السوشيال ميديا وروح وبطل مثلا أعمل فيديوهات، بس إنه ما في داعي لأنه واحد يحقد أو يخلي قلبه مليان شر. فهمت علي كيف؟ فيا هل إنه ترجع أو ما ترجع، هي ما كانت موجودة ترجع، بس في محبة وخير إن شاء الله يعني للطرف الثاني. كيف هيك بطلتي تهتمي لكلام الناس؟ بحبك كتير. لأنه كلام الناس، يعني الناس حتحكي عن أي شيء وأي شخص وأي موقف، فما فيك تسيطر وتتحكم بكلام الناس ولا برأيهم عنك. أنت اللي فيك تعمله أنك تسيطر على نفسك، مشاعرك، عقلك، تفكيرك، حياتك. فأنا قررت أن أسيطر على هالأمور وأختار أني أطلع على الجانب المليان من الكاسة، مش الجانب الفاضي من الكاسة، لأنه صدقوني أقوى شيء بجسمنا وبالحياة كله هو عقلنا. إذا سيطرنا على عقلنا أكيد رح ننجح بالحياة. فأنا فيه أقول لعقلي أنه طلع قدي في عالم بيحبوك، طلع قدي في عالم بيتمنوا الخير إلك، وفيه أقول لعقلي أنا كتير يعني أوه ماي جاد ليك هدول بيكرهوني وبيحكوا عني وهيك. وبالنهاية أنا عم عيش حياتي بطريقتي، سو مبسوطة بحياتي. فلو إجا شخص وحكى أنه عن حياتي أو انتقد حياتي ما رح يأثر نقده، لأنه أنا حابة الشيء اللي أنا بعمله. بس أنا أحياناً لما واحد يكون معصب، مقهور، مضغوط نفسياً ويجي حدا يقول له كلمة حينفجر أكيد وحينقهر وحيعصب وهيك، مثلاً مثل ما صار بلقب البرتقالة المعفنة، هاي أكبر مثال. إنه بوقتها أنا كنت بنفسية كتير زفت، فأي شيء كان لو هالقد كان صاير كان يمكن خلاني أعمل هاي ردة الفعل. في تعاون مشترك مع لوغان بول في المستقبل؟ ما بعرف، ممكن نعمل تعاون مشترك، بس أنا ولوغان أكتر شيء بنحكي بيزنس أو شغل. كتير أنا بحب تفكير لوغان بالشغل والبيزنس والاستثمار، فأكتر شيء يعني بحكي فيه معه هو هاد الأمور. بس إنه الشغل كسوشيال ميديا ممكن، يعني ما بتعرفوا أنا لما بسافر على لوس أنجلوس وبيكون في عالم بنفس الوقت هنيك وبيبعتولي أو ببعتلهم، دائما بحاول اعمل قد ما في تعاونات وشغلات حلوه وشغلات يعني ممتعه لكم وكمان لي. فان شاء الله انتي ونارين بيوتي متمشكلات مع بعض. انا صراحه ما عندي مشكله مع نارين و
ما بحس انه حيكون لا عندي مشكلة معها ولا حقد ولا اي شيء. فمن جهتي ومن ناحيتي ما بحس في مشكلة. في كتير اسئلة عن هذا الموضوع كمان حجاوبها يعني. هل لا زالت هناك علاقة تجمعك بأنس وبيسان ومو؟ انا علاقتي طيبة بالكل. بدي لكم شيء، مش معناته انه انا ما بصور مع حدا معناته هذا الحدا مش علاقتي فيه طيبة او في مشاكل بيني وبينه، بالعكس انا ما عندي مشاكل مع اي حدا. انس وبيسان بحبهم وبحترمهم. بيسان تقريبا اولت امبارح كنت عم بحكي معها، كانت بالمانيا وكانت عم تطمن علي وانا كنت عم اطمن عليها، فما في بيني وبينها اي شيء. نفس الشيء انس، نفس الشيء مو، الكل كل علاقتنا طيبة. بس بالنهاية نحن كتير مشغولين كمان يعني، انتو شايفين يعني انا كنت بامريكا من شيكاغو لميامي للوس انجلوس، جيت هون هلأ عندي كتير سفر، حياتنا كلنا هيك. فما فينا كمان حتى لما بنلتقى ما بنصور يعني، في كتير مرات بنكون مع بعض ما بنصور. بس بالمختصر علاقتي طيبة مع الكل خصوصا هدول الثلاثة يعني، ما في بينا شيء. اسأل لي بعده، ليش صايرة حلوة هيج؟ بكتير عم يجيني تعليقات انه نور محلوة وشو السر وشو السبب وهيك، وبدي اعمل فيديو، بدي اعمل فيديو عن موضوع الاهتمام بالنفس وهيك يعني، فيديو دسم لكم بنات، لانه اكيد اكيد في اسرار وفي شغلات انا عملتها يعني حسنت حتى نفسيتي وشكل الخارجي وكل شيء. بس بالمختصر بحس النفسية كتير بتأثر على الشكل يعني، اذا نفسية الانسان منيحة شكله حيكون منيح، واذا نفسيته زفت شكله حيكون زفت يعني. انا والله جايز لما كنت بشهر تقريبا 3 و 4 و 5 كانت نفسيتي كتير زفت، شكلي كان او ماي جاد بقرف، بشرتي كانت بتقرف، كل شيء فيه كان كتير تعبان. بس هلا لانه عن جد هيك مبسوطه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني، مبسوطه من سعيده فرحانه، فحس بيعكس على شكلي من برا. فيا هذا هو السبب، ويمكن انفي بلش شوي صغار نتيجته بلشت تبين. اللي بعده هو، ليش كل الناس تقول انك متغيره ومو نفس قبل؟ شوف التغيير شيء طبيعي يعني، انا حياتي هلا مش مثل حياتي قبل، حياتي تغيرت 180 درجه، انا كنور تغيرت 180 درجه، كبرت، اهدافي صارت غير. وعلى فكره التغيير هو شيء حيصير شئنا ام ابينا يعني، اذا بدكم ولا ما بدكم انتم حتتغيروا. طلعوا بحالكم بالمرايه، ملامحكم بتتغير، بشرتكم بتتغير، فالتغيير شيء طبيعي واكيد انا تغيرت وحاتغير. بس دائما بحاول جهدي انه لما بتغير تغير للافضل. يمكن حدا يطلع من برا يقول لا هي ما تغيرت للافضل، بس انتم يعني كمان مو عايشين معي بحياتي الشخصيه اليوميه. بس بالنسبه لي انا بعرف انه انا عم بتغير للافضل، عم بتغير لنور اللي انا كنت بحلم انه كونها من انا وطفله يعني. في مقوله بتقول انا عم بتحول للمراه اللي كنت بحلم او كانت قدوتي بيوم من الايام. فهذا الشيء اللي عم بيصير معي، انا عم حاول يوم عن يوم اوصل لهي نور اللي انا دائما كنت بدي اكونها. فاكيد اكيد تغيرنا واكيد مو نفس قبل. وعلى فكره انا لو كنت ماني متغيره يعني يمكن انتم كمان كنتوا مليتوا، لانه شو عم بتشوفوا نفس الشخص يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم حتملوا. اللي بعده، كم مره حبيتي بحياتك؟ حبيت مره بحياتي وكانت مره كتير حلوه و يا الحب شيء كتير حلو. الحب عن جد احلى تجربه بحياتي كانت هي تجربه الحب، غير مختلفة يعني. أنا بنت ما كانت بتؤمن بالحب، وإذا بتشوفوا فيديوهاتي من زمان أو من قبل أول ما بلشت يوتيوب كنت دائما أقولكم أنا ما حبيت بحياتي وما بؤمن بالحب وعندي هيك مخاوف من الحب. وطبعا هذا الشيء بيكون كله نفسيا أو منتلي عقليا، أنتوا كل شيء بتمروا فيه بصغركم تكبروا معه، فلو صارت لكم مشكلة بالصغر هي حتأثر على علاقاتكم بالكبر. فأنا لأنه ما كبرت مع أبي فدائما كانت عندي هاي الخوفة من العلاقات وأي شيء بيحب بخص الحب والتعلق بشخص تاني. مشاكل أبوية، البنت اللي بتكبر بلا أب دائما بتعاني بعلاقاتها لما بتكبر. فا يا بس لما حبيت كتير انبسطت، كانت أسعد فترة بحياتي.
حياتي لما كنت أنا واقعة بالحب. وطبعا يعني كان الشيء رسمي، مش إنه كان الشيء يعني مش رسمي، كان بطريقة محترمة أكيد، مش حب بطريقة بشعة أو بطريقة حب مثل ما بقولوا شريف، حب بطريقة حلوة. فيا حبيت مرة بحياتي. السؤال اللي بعده، وش رايك بالمشاهير اللي ينتقدوا؟ شوفوا جايز، هلا المشاهير اللي بينتقدوا بيكونوا تقريبا نوعين. في نوع منهم يعني بينتقدوا باحترام بأدب، وبتحس عندهم عن جد اسلوب وطريقه بتميزهم. هدول انا بحسهم لهم مستقبل، وهو النقد يعني مجال النقد موجود من زمان، في ناقدين ونقاد وهيك، فهدول بحسهم حيستمروا. وفي نوع تاني من الناس اللي بتنتقد وبتعمل فيديوهات انتقاد، اللي هن بس هيك مشان يجيبوا فيوز ومشاهدات وماشيين مع الترند، لانه هلا في ترند قوي على الفيديوهات اللي العالم بتحكي فيها عن ناس تانية. يعني هي هلا اليوتيوب هلا عبارة عن جيمينج وفيديوهات ردة فعل ناس عن ناس. ف اللي ماشيين مع الترند بدون ما يدرسوا الوضع ويدرسوا الاناليتكس ويدرسوا كل شيء، خصوصا اللي بيسبوا هيك، اكيد ما بحسهم انه إلهم استمراريه. بس اللي دارسين كل شيء ومحترمين باسلوبه، يعني اوكي انتقد بس في ليميت، في خط، مش مشان الشخص الثاني، مش لانك بتخاف من الشخص الثاني، بس لانه حلو الواحد يلتزم بهالليميت وما يأذي غيره يعني. فهذا رأيي، بتمنى فهمتوا من هذا الموضوع. بس اللي بعده، ناوية تتصالح معه في نقاط. أنا ما عندي مشكلة مع حدا لأتصالح معه، هلأ أنا بسامح، باخذ وقت لحتى أنه هيك أتعامل مع الموضوع، بس لازم سامح، لأنه إذا ما سامحته ما حتكونوا مرتاحين من جوا. فأنا مسامحة متصالحة، وأصلا ما عندي مشكلة مع حدا to be honest، يعني ما عندي مشكلة. في ناس، في مثلا هذا البرتقال المعفنة، هذا صعب انه ارجع اتقبله بحياتي مرة تانية، لانه الا اذا مثلا حكينا وفعلا وضحنا امور كتيرة، بس لانه انقهرت منه كتير، بس مصالحته يعني مسامحته ومصالحته ما عندي مشكلة. وبس اللي بعده، انك ارتبطتي بعلي جيتي اي ثينك اصداء، وان اغنية It's You هو عملها لك، بليز ردي. أغنية It's You هي أكثر أغنية قريبة علي يعني لنور، وبحبها كتير. ما بعرف إذا علي كاتبها إلي أو كاتبها لوحدة تانية أو لحدة تانية أو لغيري، بس اللي بعرفه إن أغنية It's You من أكثر الأغاني القريبة لقلبي، وإنه أنا سمعتها قبل ما كل العالم تسمعها. بتذكر اللحظة اللي علي بعت لي فيها الأغنية، كنت أنا بالسيارة عم بحكي معه على التليفون، وقال لي عم بشتغل هالغنية وبعت لي اياها، وسمعتها وبلشت ابكي وهو يضحك على التليفون، انا ابكي وهو يضحك. بعدين بس خلصت قلت له ليه عم تضحك؟ قال لي لانه الغنية اثرت فيكي، فانا يعني كأنه نجحت بالشغل اللي انا بدي اياها من هالغنية، انه هو عامل هالغنية لحتى العالم تحس بمشاعرها وانا حسيت بمشاعرها، فهو فرح كفنان انه قدر يوصل رسالته او هدفه من الاغنية. فلهيك اغنية It's You قصتها بحبها كتير 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 كتير، بحبها لهالغنية. اللي بعده، بشو عم بتحسي هلأ بعد ما حققتي نجاحاتك؟ وهل حققتيهم كلهم؟ ما في شيء اسمه حققت كل نجاحاتي. الإنسان كل سنة بيكون عنده أهداف جديدة وأشياء جديدة بحاول يوصل له. وشو عم حس؟ الحمد لله، يعني أنا دائما بقول دائما كل يوم بحاول كذا مرة باليوم أتذكر أنه أحمد رب العالمين، الحمد لله أولا ودائما وأبدا، لأنه بالشكر عن جد بتزيد النعم، ولازم أحمد رب العالمين على الحلو والمر. يعني هالسنة كانت سنة كتير غريبة بالنسبة إلي، وتعلمت فيها كتير دروس، بس بحمد الله على الشغلات اللي مش منيحة اللي صارت معي أكتر كمان، يعني أو بنفس الحجم على الشغلات الحلوة اللي صارت معي. اللي بعده، سمعنا انك بتحبين ورمار، هالشي صحيح؟ كأخ كصديق بس انه كأي شي تاني اكيد لا، وبحترمه. اللي بعده، هل كان مو فعلا صديقك المقرب؟ مو صديقي من تقريبا من زمان اكتر من 5 سنين 6 سنين هيك شي، مو من زمان يعني انا وياه بنعرف بعض، بس علاقتنا أول شيء كصداقة وأخوية يعني جداً. ومش بس هيك، نحن بمعنى أنا عايشة بأمريكا وهو عايش هون، فبنحكي بفترات
متباعدة بس بنطمن على بعض. بالفترة اللي مثلا بلشت أو كنت صور معه على اليوتيوب هذيك الفترة مو كان نفسيته تعبانة كتير وكان محتاج يعني محتاج أصدقائه حواليه، وللأمانة هو طلب مني أن يكون حواليه بهذيك الفترة، يعني قدم له الدعم كصديقة. فلما شخص يطلب منك أن تقدم له الشخص كصديق وتكون معه وتوقف حده وهو مار بفترة صعبة جدا صعبة، كان شيء يعني كان عيب حيكون مني، أو مش عيب أنه ظلم حيكون مني إذا ما قدرت أقدم له أي شيء بقدر عليه وساعده بأي شيء بقدر عليه، لأنه بالنهاية مو شخص يعني شخص طيب، أنه ما شفت منه غير كل خير. بعد ما صارت قصة الدراما الأونلاين أنا كنور كنت تعبانة، فلما أنا كنت تعبانة شخص تعبان ما فيه يساعد شخص تعبان، بس قبلها أنا ما كنت يعني كنت شوي عندي شوي قوة، يعني كنت عمر بشي معين بحياتي الشخصية بس ما كنت منهارة أو تعبانة كتير، فكنت بقدر أدعم. بس لما صارت الدراما أونلاين وهالقصص هي أونلاين أنا كنت بفترة كتير سيئة، انغلقت على حالي شوي. فبس فهل هو صديقي المقرب؟ يعني هي نوع صداقتنا اللي هي مش كل يوم مع بعض بس في بيننا احترام وهي سنين من الصداقة وبس. اللي بعده، شو أحلام نور؟ يعني لوين حابة توصل؟ شو نهاية اللي عم تشتغله؟ أحبك وايد. Thank you. أنا أحبك. حلمي، شوفوا جايز، الحياة قصيرة، الحياة ما تسوى، الحياة يعني ما تدرون شو وقت ممكن تخسرون شخص انتو تحبوه. فأهم شيء بالحياة انكم تعيشوا كل يوم وانتو مرتاحين عن نفسكم، انو تحاولوا تسووا قد ما تقدروا خير، تحاولوا تكونوا سعيدين، تحاولوا تكونوا اهلكم بخير، عائلتكم بخير. ففكري احس تغير، اوكي احب النجاح واشتغل واركض واسوي، بس هدفي الاساسي هذا الشيء، انه اهلي بخير، انا بخير، سعيده وراضيه عن نفسي، انه لو متت مثلا انا عامله شغلات منيحه بحياتي. لانه الفتره الماضيه كذا صارت لي كذا شيء، يعني انا واحده من صديقاتي المقربه بعدها مرض بالقلب، لما عرفت هذا الشيء انصدمت صدمة. صديق مقرب إلي جدا مات قبل كم يعني من سنين، مات وصدمني صدمة عمري. فصارت عندي هاي ردة الفعل من الحياة اللي لك حياة فعلا قصيرة وما تسوى. لازم يكون عندك أهداف مادية إنك تنجح وتسوي هاي، بس في لازم أهداف كمان ثانية اللي هي لا تخلي الدنيا تاخذك تسرقك وتصحى بعد 5 سنين 10 سنين رايح منك الوقت أو ضايع منك الوقت. أتمنى أنكم فهمتوني. السؤال كان بالعراقي سو حبيت أنه أجاوبه بالعراقي. اللي بعده، شو رأيك برامي عبد الحي؟ أسئلتي بتلعب حديد عشان هيك قوية، لأنه أنا قلت لكم سألوا أسئلة قوية. رامي عبد الحي هذا اليوتيوبر أنا بعرفه لأنه عمل فيديو عن البيتكوين، وأتذكر أنه هو من الأوائل اللي عملوا فيديوهات، يعني أول فيديو شفته بالعربي عن البيتكوين I think كان إله، واستمتعت فيه، فلهيك حفظت اسمه بعرفه. هلا ما بعرف، يمكن شفت كمان انه حاكي عن الفيديو، ما بعرف ما فتحتهم لان انا ما بفتح الفيديوهات، يعني ما بشوف يوتيوبر حاط صورتي واسمي ما بفتح ولا بسمع، ما بحب، فما بعرف شو حاكي عني، يمكن بيكرهني يمكن ما بيطيقني الله اعلم. بس انا حبيت فيديوهاته عن البيتكوين والفاينانشال ادفايس، بحس بتلبق له هالشخصيه هاي، ويا ريت لو يعمل فيديوهات اكثر عن الاستثمار وهالقصص هاي، وما عنا هذا الشيء باليوتيوب العربي، فبحس حينجح فيه. ف يا رأيي المتواضع. من يوم ما استقريت بدبي وكل الشلة خربت علاقاتها، هل انتي سبب؟ شوفوا، ما في شيء اسمه شخص خرب شلة او خرب علاقة احد باحد. بالنسبة للشلة اللي انتم تقصدوها، اوريدي هدول الشلة قبل ما نور تجي دبي كان في اوريدي مشاكل صايرة جواتها خاصة بيهم، وهم يحق لهم، يعني هم بس اللي بحق لهم يحكوا عن مواضيعهم ومشاكلهم. انا ما قصدي اجي احكي لكم مشاكلهم او مواضيعهم او قصصهم، بس ما في شيء خرب حدا علاقة حدا بحدا، او انا شخصيا ما خصي، يعني انا اكتر حدا بحب احترم حرية الكل.
حرية الجميع. بتذكر نور مار لما اجى على دبي سألني، لأنه أنا أول حدا التقيت فيه بدبي، فسألني قال لي إذا أنا رحت التقيت بحدا تاني من اليوتيوبرز بدون ذكر أسماء، هل أنت حتنزعجي؟ هل إذا صورت مع فلان حتنقهري حتنزعجي؟ قلت له أنا ما من حقي أن أنزعج، هذا الشيء حيكون أنانية مني إذا أنا قلت لك لا تصور مع فلان لا تصور مع علتان لأنه مثلا أنا عندي حساسية معهم أو شيء. أنت حر، أنا ما بحق لي أتخطى حرية أي شخص، هذا يعني إيمان شخصي مني وهي الطريقة اللي أنا بفكر فيها. ف لا ما خصني يعني صراحة بكل اختصار ما خصني، خصوصا هلا يعني أنا هلا عن جد صنعت عالمي الخاص بدبي، علاقتي طيبة بالكل بس صنعت عالمي الخاص وعايشة فيه ومبسوطة. سمعت إشاعة عنك إنك متجوزة، دخيل قلبك ما في منك. Thank you. لا مش متجوزة كتير، بس ما هاي الإشاعة إنه أنت متجوزة بالسر، عندك علاقة سرية. لا اللي بعده، لما عملتي لقطة الفيديو كليب مع محمد رمضان ما أخذتي أجر، بالعكس أنت دفعتي. أكيد هذا الشيء مش صح، ليش بدي أدفع؟ يعني بالنهاية الإنسان لما بيشتغل بيتقاضى أجر مقابل شغله، ونوعية الشغل بتختلف. يعني الإنسان لما بيكون موديل بفيديو كليب أجره بيكون غير لما بيكون ممثل، أجره بيكون غير لما بيكون مغني، أجره بيكون غير لما بيكون بيعمل إعلان على إنستغرام وعلى يوتيوب وهيك. اللي بعده، شو ردك على علي المرجاني وعلى فيديوهاته اللي ينشرهن عنك؟ شوفوا أنا يعني علي ما عندي أي إحساس سيء تجاه أي يوتيوبر بيحكي عني، لأنه ما بشوف فيديوهاتهم، نادراً أشوف فيديوهاتهم. لما أنا بقولكم كيف شو بيعملوا، أنا عندي إن كان صفحات الفانز أو عالم عادية، لما حدا بيحكي عني بيعملوا لي تاج على الإنستغرام ستوري، فأنا لما بشوف التاجات غالباً من إنستغرام بعرف الشخص شو حكى عني، وأحياناً بصيبني فضول أنه فوت شوف الفيديو لأعرف أكثر، بس 90% من الوقت ما بشوف شو هو بيحكي عني. سو انا ما بعرف علي شو بيقول عني بفيديوهاته، الله يستر يعني. الله يستر. بس اللي بقوله انا من شخصيتي ما عندي شيء ضد علي، بالعكس يعني بتذكر من زمان من سنين كان في جروب وكان هو موجود بالجروب مع اليوتيوبرز تانيين، وما كان في بيني وبينه غير كل يعني احترام عادي هيك من بعيد لبعيد، وبس الله يوفقه حياته. هلا بيطلع علي حكي عني شيء كتير كبير، بس انه مسامحه اي حدا، والله مسامحه. انه بتقال لي بعده، شو الاشياء اللي زعجتك يوم الفايت تبع اخوك وادم؟ كتير اشياء. حسيت كتير ما في احكي عنها، لانه في شوف في عقد بيتوقع، في احترام، انه كمان انسان لما في شيء اسمه حدا يكون احترافي بشغله بروفيشنال، فما حلو اطلع احكي شيء سيء انا عن اي شخص. بس في شغله ضايقتني عن ادم، انه ادم بعد الفايت انا رحت وسلمت على اهله وبست امه على راسه وسلمت على ابوه وسلمت على عائلته بعد ما الفايت خلص، لانه خلص الفايت روح رياضيه. وهو طلع بعد الفايت، انا ما رديت على السوشيال ميديا لان حسيت انه هو بده يعني ارد عشان يحمل هيك الدراما، لانه بتعرفوا الدراما بتجيب فيوز وبتجيب مشاهدات وبتجيب اثاره انتباه، فحسيت انه كان هو بده هذا الشيء، وانا ما بلومه يعني انه اتس اوكي، بس كرهت الطريقه اللي عملها، انه كتب انه نور اتصلت على السكيورتي لحتى بعده أبوي عنا. أول شيء ليش أبوك بده يكون حد، يعني ليش أبوك بده يكون هالقد قريب مني؟ لأن أبوك كان واقف وأنا كنت واقفة عم شجع أخي، وسكيورتي إجا ليطلعني أنا لأنه أنا اللي واقفة وعم صرخ وهيك. فأنا بهديك اللحظة طلعت لقيت أهل آدم كلهم تاركين مقاعدهم وجايين لقدام واقفين، وأنا واقفة، صحيح واقفة، ويعني غلط أنه ضد القانون أو ضد القوانين بوقتها أنه كان لازم نقعد، بس أنا واقفة حد الكرسي تبعي، هن تاركين مكاناتهم وواقفين هنيك، فالسكيورتي إجا ليطلعني أنا. فأنا كنت عم بحكي معهم أقول له أنه ليش أنا أطلع هون في كتير عالم واقفة، تركت كل الناس وإجيت لتطلعني أنا؟ لأنه هن كانوا يعني مركزين أنه علينا شوي، وقلت لكم يعني إحنا ما كان عنا حتى تكتات لنحضر او كتير عالم يجوا، عطونا بس انا وبنين وماما تكتات.
يا دقيقة خليني أشوف مين دق الباب. اجوا عم بيركبوا انترنت بالبيت، صار لي كم يوم عم ركب انترنت بالبيت. بس المهم انه هذا الشيء ضايقني، انه لا يعني لا تطلع اشاعة كذب. اذا بدك قول شيء انا عملته، يعني انا لما بعمل شيء عادي ما عندي مشكلة اني واجهه وقول انا هذا الشيء عملته يعني مش مشكلة. بس ما بحب لما حدا يكذب. لا تكذب يعني. وسبحان الله يعني سبحان الله، فيديو احمد النشيط كان مصور كتير تفاصيل خلف الكواليس، فسبحان الله في لقطة وقت انا رحت على اهل وسلمت عليهم وبوست امه براسه وهيك. فعن جد يعني الحق دائما بيطلع، مش لانه عادي الاشاعات بتطلع، بس لانه هيك حسيتها كذبة كتير كبيرة انه ما تعمل هيك. يا هذا اكثر شيء لاعجني. ليش ما بتسوي فيديو عن الجيمينج ولا بس تمثيل عشان نارين بيوتي؟ رح اسالكم سؤال، انتوا لاحظتوا بنفس الفتره اللي انا كنت عم بعمل فيها جيمينج ونارين بوقتها طلعت عم بعمل فيها جيمينج، كثير عالم تانية عملوا جيمينج؟ اسامه مروه، انس واصاله، احمد نشيط، مو فلوجز، غيث، ابو الرب، وا 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 هنودي، كثير عالم يعني كثير عالم عملوا جيمينج بنفس الوقت. ما سألتوا حالكم ليش كل هاليوتيوبرز؟ هل هاي كلها صدفة؟ لأنه الترند أصلاً بهداك الرمضان كانت جيمينج، فالكل كان عم بيعمل جيمينج والكل كان بيعرف أنه الكل عم بيعمل جيمينج، خصوصاً الناس اللي كانت في دبي، لأنه كلنا عم نشتري أغراضنا أو عم ناخد الأشياء تبع الجيمينج تقريباً من نفس المحل. في جزء منا يعني عطوهن إياه كإعلان وفي جزء اشتروا. فالفكرة أنه هذا الشيء وهي المعلومة كثير عالم على الانترنت ما بيعرفوها، بس يوتيوب بمر بشيء اسمه ترندز. محتوى الجيمينج موجود وكل الاحترام له، في جيمرز خطيرين يعني انا بحترمهم وبقدرهم على راسي، بس بهديك الفتره كان ترند الجيمينج. اليوتيوب عم بيدعم الجيمينج، عم بيعطي بوش للجيمينج، لانه الجيمينج مجال كثير كبير ودسم وفيه اعلانات كثير وفيه شغل كثير. نكون واقعيين لحتى تفهموا انتوا اكثر ليش كتير يوتيوبرز بلشوا جيمينج في نفس الوقت. سو بالواقع هي مش بس نور ولا بس نارين اللي بلشوا جيمينج بنفس الوقت، الكل بلش وكل العالم هدول كان خطتهم يعملوا جيمينج لانه هلا ترند الجيمينج موجود. فهمتوا علي؟ هلا اوكي نحن بنلعب، انا مش جيمر احترافية بس بلعب جيمينج مثل ما بتفرج مسلسلات، مثل ما بعمل كتير اشياء بحياتي، بس بوقتها كتير عالم عملوا محتوى جيمينج لهذا السبب. فهمت علي كيف؟ لهيك انا بوقتها حتى لما طلعت بستوريات وحكيت وكنت مقهوره، قلت بوقتها انه انا كنت متفقه مع حسن او ابو فلا انه اعمل معه فيديوهات. فهذا الشيء كان مخطط له قبل ما نزل اصلا جوله بغرفتي كجيمر او جوله بغرفتي كما بعرف شو. فهذا الشيء بدي اياكم تفهموا انه ما في حدا عمل هالفكره بسبب حدا تاني، الكل كان عم بيشتغل على محتوى الالعاب والجيمينج بنفس الوقت، والكل كان بيعرف انه الكل بيشتغل لانه كلنا تقريبا عم ناخذ الالات الجيمينج والكمبيوترز وهالقصص من نفس المحلات اللي هي موجوده هون بدبي. فهذا الشيء انتم كثير منكم ما عرفوه او ما عرفوا عنه، ما بعرف، بتمنى فهمتوا علي. فاكيد لا. وليش ما سويت فيديو جيمينج؟ لانه انا نفسيتي كثير تاثرت، الدراما اثرت علي نفسيا وصحتي كانت كثير مريضه خلف الكواليس، بس لانه كان في كثير كره وناس بتعلق على الانترنت ما كنت بقدر اطلع اونلاين واقول لكم انا مريضه او هيك، لانه كنت حاسه اذا قلت لكم انا مريضه حتى كثير عالم حيفكروا انه انا بدي انه تعطفوا علي او هيك. فقررت انه اسكت وما كان عندي لا طاقه ولا جهد اني اكمل، بس خطتي كانت جيمينج وكان عندي حتى يعني خطه كامله وبلان واضحه مثل كتير يوتيوبرز بنفس الفترة هذه كان عندهم خطة كاملة. بس أكيد يعني ما كملت فيها ولا عملت فيديو جيمينج لأنه تعبت ومردت ونفسيتي تعبت وهيك. بس إن شاء الله 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 قريباً حأعمل محتوى جيمينج I think بقناتي هاي، لأنه أنا بؤمن بأنه واحد يكون عنده قناة واحدة. بس قديش سعر عمليتك؟ I think قصدك على سعر عملية أنفي. ما راح أعطيك سعر معين، بس حقلك بين هيك وبين هيك، بين 5 ل 15 ألف دولار ك
كانت عمليتي، ويس كانت عملية كتير غالية، ويس أنا دفعت لها. يعني أنا ما أخذت إعلان من الدكتور، صحيح حطيت لكم اسم الدكتور، بس حطيت لكم اسم الدكتور يعني لأنه بعرف كثير بنات بدها تعرف اسم الدكتور، يعني بس مني لكم، بس أنه أنا دفعت سعر كامل، حتى ما أخذت ولا تخفيض ولا شيء من الدكتور. اللهم الدكتور عطاني موعد أقرب لأنه عرف أنه أنا يعني مشهورة وهيك. يس ثانك يو ثانك يو. صار عندنا انترنت بالبيت. ثانك يو. المهم انه انا عمليتي يعني دفعت سعر كامل، بس اللهم انه لما عرف انه انا يعني مشهوره وهيك اعطاني موعد اقرب، لانه هو هذا الدكتور محجوز تقريبا سنه وشوي لقدام، فكان لازم انطر سنه وشوي. فبهذا الشغله فادتني الشهره. عم بكون معكم كتير صريحة، يعني قلت لكم بدي يكون معكم كتاب مفتوح، بس دفعت سعر كامل. بس أنا أصريت على هذا الدكتور لأنه هذا الدكتور نوع العمليات اللي بيعملها ما بيشق الوش من برا، سو ما بيكون أثر للعملية من برا أبدا، فبين لوك كتير طبيعي. بنفس الوقت أنا كنت بعرف بالضبط شو بدي، بدي أنفي يكون بطريقة معينة، ما بدي يبين فيك، ما بدي يبين كتير صغير، بدي يكون أنف كبير لأنه أنا عندي شفايف كبار، عيون كبار. فأنا كنت عارفانة شو بدي، وبعد ما بحثت كتير هذا الدكتور كان بيناسب أنا كنور شو بدي. عملتي عملية تجميل للشفايف؟ لا، أنا مش عاملة أي شيء لشفايفي، بس عندي طريقة معينة كيف أرسمهم فيها وشو نوع المنتجات اللي بستخدمها هي اللي بتأثر على شكلهم، بس أنا مش عاملة شيء لشفايفي. اللي بعده بتكرهي عبد العزيز بكر لأن لما جابوا لك الرسالة شكرتي عبد الله بس. لا ما بكره عبد العزيز، بس أنا علاقتي بعبد الله أقوى. عبد العزيز ما في بيننا كثير حكي للأمانة، ما بنحكي، بس أنا وعبد الله بنحكي بشكل تقريبا متواصل، وبحبه كثير لعبد الله، يعني إله هيك مكانة خاصة عندي وسوفت سبوت بماي هارت مثل ما بيقولوا. ف لهيك طلعت مني عفوية عبد الله، إنه شكرا عبد الله. وبعدين حسيت انه عبد الله اللي بعد، انه اوكي هم بيكتبوا عبد العزيز عبد الله، بس انا حسيت انه عبد الله اللي بعد لي الورد، بس اكيد ما عندي مشكله مع عبد العزيز. سلامي يا عبد العزيز. هل بتكره اليوتيوبر غيث مروان؟ لا ما بكره، ما بكره اي حدا. اخر اشاعه بدي احكي عنها، هل صح اخوك يحب يسان؟ يا جماعه اتقوا الله عن جد، يعني نعم شو عم بصير جايز، شو عم بصير؟ حتى في اشاعه، يعني في عالم حاطين صوره مزيفه انه ليحكوا انه وليد وبيسان نعم، انه كيف هيك بده يصير؟ اكيد لا، اكيد ما في هيك شيء. يعني اكثر فيديو ندمتي نزلتيه؟ ولا فيديو نزل اندمت اني نزلته، ولا شيء عملته اندمت اني عملته، لانه صدقوني جايز حتى الغلط اوكي، يعني تقول هي انا عملت هيك، بس انه بتتعلم منه، فليش بدك تندم؟ فانه ما تندم. ليش ما رحتي على عرس ناجي؟ ما رحت على عرس ناجي لانه كنت بامريكا وكان عندي التزامات وما كنت قدرانه ارجع باول شهر 9، لانه كنت كثير اشياء لازم اخلصها بامريكا، بس كنت بتمنى انه اقدر احضر لانه انا بحب ناجي ولما بتجنن عن جد. لما اكثر شخص لما سافرت الاردن اي كليكت وذ وحسيت حالي قريبه منه ونروح، او في حدا كثير طيب، فكنت بتمنى اكون جزء من عرسه. فيا ليش ما التقيتي برغده وقت سفره الاردن؟ التقينا، اي ثينك صورنا ستوري، بس التقينا كذا مره وكمان ما صورنا وبس. يعني مثل ما قلت لكم في كتير مرات ما بنصور. صحيح بتشتغلي بزنس غير يوتيوب؟ يس، عندي شغلات تانية بعملها غير يوتيوب، اكيد عندي شغلات تانية بعملها غير اليوتيوب، لانه انا بشكل عام بحب البزنس كتير. يعني قبل كنت تحس انه انا بحب الشهرة اكتر من البزنس، بس هلا اكتشفت انه انا بحب البزنس اكتر من الشهرة. يعني ممكن يجي يوم ابعد عن الشهرة، بس انه ضل البزنس موجود عندي. فبس شو ردة فعلك على الناس اللي بتسوي ردة فعل على مقاطعك بيحكوا فيها بشكل سلبي؟ ما عندي ردة فعل بالنهاية، انا اي شيء بقدمه انا راضية عنه وبحبه بنبسط فيه، بيكون بوقته انا كتير عاجبني، واي شخص مسؤول عن رأيه بالنهاية. ما في اتحكم بالناس ولا برأيهم ولا بكلامهم، وبحترم رأي الكل وحرية الكل، يعني عدل في، يعني عدا السبب. وهي كل الأسئلة اللي قدرت جاوب عليها اليوم، حاولت جاوب على كتير أسئلة أنتوا بتسألوها وبعقلكم وبتفكيركم. بتمنى عن جد بسطتوا بهالدردشة، بتمنى عن جد حبيتوا هالفيديو. العالم اللي وصلت بهالفيديو لهلا انزلوا علقوا بالتعليقات شفنا الفيديو كله، مشان أعرف أنه
عن جد شفت الفيديو كله. طبعا شكرا من قلبي لكم انه وصلتوا لهون بالفيديو، لانه معناتها يعني حبيتوا هالفيديو. بحبكم كتير 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 اكثر ما بتتخيلوا. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس. انا نور ستارز، بحبكم خيرات. الله، بشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله.